السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيب الله في قناتكم مدونة حبيب للمعلومات، لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش فتح حساب البنكي بالعملة الصعبة بالدولار، وكذلك استقبال الأموال بالعملة الدولار. كاين ناس خاوتي عندهم لا فامي ولا صديق نتاعو ولا اخوه في الخارج، في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في كندا، وحوس يبعث دراهم للجزائر، والسيد هذا ما عندوش كونت بالدولار. كيفاش نفتح حساب بالدولار؟ وما هي الطريقة سحب الدولار في الجزائر؟ ما هو البنك الافضل باش نقدر نسحب الاموال تاعي بالعملة الدولار؟ ان شاء الله في هذا الفيديو نعطيكم كل شيء بالتفاصيل باش تكونوا على بالكم، وكذلك نعطيكم احسن وافضل بنك باش تقدر تسحب الاموال تاوعك خاوتي بالعملة الصعبة 100%. الملف فتح حساب البنكي بالدولار خاوتي هو البنك البدر الفلاحة والتنمية، مانيش ندير عليه ببليسيتي ولا ندير عليه اشهار خاوتي. عندي تقريبا عامين نخدم به خاوتي، الناس راهم يبعثوا لي من الخارج الحمد لله يا ربي، وكذلك راني نسحب ارباحي على جوجل ادسنس بدون اي مشاكل، وكذلك خاوتي يعطوني الاموال تاعي بعملة صعبة كاملا، ما يعطوها ليش بالدولار ولا بالدينار ولا بالاورو ونص دينار، لا خاوتي يعطيها لك عملة الصعبة 100%. ما هو الملف؟ هو الملف خاوتي هي شهادة الميلاد، وكذلك بطاقة إقامة، وكذلك بطاقة التعريف الوطنية، وكذلك الصورة صورة شمسية، وكذلك 10 أورو. كاين من ولاية إلى الولاية كاين يطلبوا لك 10 أورو، كاين 20 أورو، 30 أورو، حتى 50 أورو، تكون على بالكم. كذلك تفتح كونت بالدولار خاوتي تقدر تسحب الارباح نتوعك في جوجل ادسنس، تسحب الارباح نتاع اليوتيوب، تقدر تسحب الاموال تاعك من الخارج، مثال يبعث لك صديق نتاعك ولا اخوك ولا لافامي بالعملة الدولار عادي من اي بلد، سواء كانت فرنسا ولا اسبانيا ولا ايطاليا ولا كندا ولا برتغال ولا حتى المالي ولا نيجر ولا في اي بلد في العالم، يقدر يبعثها لك بالدولار وتسحبها الاموال بالدولار بدون اي مشاكل. ما هيش يعطيك نص دولار ولا نص اورو ولا نص دينار، لا، يعطيها لك بالعملة الصعبة 100%، تكون على بالكم خاوتي. وكذلك تقدر ثاني تدس فيه دراهمك، مثال عندك دولار وتقدر ثاني دي في ايداع وتخلي دراهمك في الكونت تاعك في بنك البدر عادي، تحطهم صباح وتخرجهم عشية عادي. وقال لي في بنك البدر المدير بارك الله فيه جزاه الله خير، قال لي ثاني تقدر تحط حتى المليار، كما نقول احنا بدراهمنا مليار، شحال طيح هنا بالدولار الله اعلم، تكون في خاوتي وقت تكون في جوايه 50 ألف دولار، ما 50 ألف دولار حنا وقت بالدولار خاوتي كيما نقول حنايا 50 ألف دولار حوالي مليار. قال لي عادي بدون أي مشاكل، وقال لي ذلك، قال لي يبعث لك خوك ولا صديق نتاعك في الخارج، قال لي مهما كان مبلغ خاوتي، مثلا نقول حنايا نحاولوا بالدين الجزائري، قال لي حتى 300 مليون، حتى 400، حتى 500، حتى 900 مليون يبعثها لك عادي. واللورمان قال لي تخرجهم بالدولار، وقال لي بدون اي مشاكل عادي، قال لي في اي وقت، قال لي تخرجهم في اي وقت، في اي وقت تخرجهم. وكذلك قال لي تقدر ثاني مثلا نقول حنايا عندك خدمات ولا في الشركه تخدم في الشركه، يبعثوا لك في مثلا نقول حنايا عندك شركة تخدم في شركة، وقال لي ثاني يقدر يبعثوا لك دراهم بالدولار عادي، قال لي ما كاش مشكل. وقال لي ثاني ما قال لي ثاني حنايا ما نطلبوا لهمش، كما نقولوا حنايا مثال واحد يبعث لك دراهم من الخارج ويوصلوا دراهمك في الحساب البنكي، ما قال لي احنا ما نطلبوا لكش اثبات ولا مصدر من جبتهم،
قال احنا خاطيني هذا السؤال، قال لك هذا هما تاع اللي اعطينا اثبات ولا مصدر. قال لك في بنك مركز بنك كما نقول حنايا، يا ربي شنو هي البنك المركزي، قال لي هما الى لقاو مبلغ ضخم وهما يدو اجراء تاعهم. يقول لك منين جات هذه الدراهم، واش من شركه ولا من الشخص هذا يبعثك دراهم باش يديروا اجراء تاعهم. قال لي حنايا يوصلك دراهمك نعطيهم لك، قال لي بدون اثبات وبدون كما نقول حنايا المصدر نتاعك، مثلا نقولوا منين جبت الاورو وشكون بعثك الاورو. قال لي حنا هذه ما عدناش. قال لي في بنوك اخرى، قال لي الله اعلم. قال لي علاه؟ قال لي كل بنك وكيفاه، قال لي كل بنك وتعامل تاعو معامله تاعو. كيف في بنك البدن معامله تاعو ما شاء الله، الله يبارك خاوتي، سهلوا لي الملف وكذلك حتى سهلوا لي في كما نقول فتح حساب البنكي، طلبوا لي 10 دولار عادي. وقال لي كذلك في اي وقت تسحب الاموال تاوعك في اي وقت، قال لي مكاش اي مشكله. قلت لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، سهلتوا لي ربي يسهلها لكم ان شاء الله. هذه يا خوتي لفتح حساب بنكي في بنك البطل في لعوة المية. وكذلك البنك البدر هو خاوتي راه فيه القروض مليحة، إن شاء الله ندير عليها فيديو ما هما القروض اللي درتها في بنك البدر في لح، تكون على بالكم. بنك البدر خاوتي ما ينحلش اقتطاعات ولا رسومات، ينحلك نسبة قليلة، ينحلك يا ربي 1%، معناها 1 أورو في معاملة. هذا ما حق مثلا نقول احنا حق فيرسمو، معناه يبعث لك واحد من الخارج ولا بعثوا لجوجل ادسنس ينحو لك 1 أورو نتاع معناه تاع التحويل. هذا مك هذه حياة قليلة، مهما كان المبلغ كبير وما ينحو لك نسبة قليلة. هذا مك هذه زينة في بنك البدر. وفي ما عجبتني في خاوتي في بنك البدر، يعطيك العملة الصعبة كاملة. مثلا نقول احنا تسحب الارباح نتاع جوجل ادسنس ولا يبعث لك واحد، هي نفسها اخوتي، يبعث لك واحد من الخارج ولا يبعث لك جوجل ادسنس، نفس اللي يبعث لك الشخص. مثلا نقولوا حنايا شركه تبعث لك دراهم في كونت تاعك بالدولار، نفس ثاني جوجل ادسنس ثاني تبعث لك للدولار ولا بالاورو نفسها. هذه عجبتني في بنك الباطن، عجبتني في هذه في المعامله تاعو، يعطي لك العمله صعبه كامل، ما يعطيكش نص اورو ونص دولار ونص دينار كيما بعض البنوك يعطيك نص دولار ونص دينار، يقولك ممنوع ومش عارف وكذا. في بنك والو في بدر ما يقولك لا ممنوع لا والو، نهار يدخلك دراهمك في الحساب البنكي، تدي معاك الريب نتاعك وتدي معاك النكوه نتاعك بطاقه التعريف الوطنيه وتروح تسحب، تروح تسحب عادي بدون اي مشاكل. والحمد لله يا ربي، الحمد لله شكرا خاوتي للبنك البدر، اني دائما نجي نسحب الارباح نتاعي تاع جوجل ادسنس، ما ندي معايا لا بطاقه تعريف لا والو، ندي معايا النيميرو الكونت تاعي الريب، نقول لهم حاس نسحب الاموال تاعي يعطوني. هذا مك لا يعرفوني بارك الله فيهم، يعرفوني، عارفيني ناس ترونكيل، عارفيني البنك ناس ملاح، مانيش تاع مشاكل ولا نتاع كذا، فهمتوا خاوتي؟ هذا هو البنك. المهم خاوتي عنده اي مشكله او عنده اي استفسار ولا يخلي تعليق اسفل هذا الفيديو. اعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.